بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معنا النهاردة موضوع لذيذ وجميل، ويا ريت الناس تحفظ ورايا على طول إن شاء الله. أهم باراجرافات، أهم باراجرافات الصف الثالث الإعدادي. كان ناس كتير طلبتها في التعليقات، عايزين أهم باراجرافات على الثلاث حاجات. جهزنا جزء استعرناه طبعا من بعض المدرسين الأفاضل اللي هم عملوا الباراجرافات دي. تمام، أول باراجراف عندي بأسلوب سهل وجميل: A journey by train، رحلة بالقطار. طبعا انت بتكتب I am happy to write in this matter، انا سعيد ان انا اكتب في هذا الموضوع. I want to tell you about my journey، وابدأ بقى اعيش في الدور شوية واقول ان انا رحت رحلة يعني. تمام، I want to tell you، اريد ان اخبرك عن رحلتي. To أسوان، now I am at Cairo، دلوقتي انا في القاهرة. At Cairo station، في محطة القاهرة. With my uncle، مع عمي. We are taking the sleeper train، ممكن تغير براحتك بقى انت ذا اكسبريس ترين مش عارف ايه، تو اسوان، لاسوان. تمام، ماي انكل از جوينج ذير اون ا بزنس تريب، رايح في رحله عمل. ممكن تقول مثلا اون ا ميتنج، في اجتماع يعني، تغير براحتك. هي اسكد مي تو انجوي ذا ويذر ذير، يعني هستمتع بالطقس هناك. از ذا سينري از بيوتيفول، والمنظر ايه جميل. تمام، خمس جمل بساط عن رحله بالقطار. طيب التدخين، طبعا المواضيع دي مهمة، هنجيب المواضيع الرئيسية في كل درس. التدخين طبعا، smoking is a bad habit، عادة سيئة. طبعا انا ممكن اكتب مقدمة تاني، يعني انا ممكن اكتب مقدمة مثلا زي مثلا كلمة ايه، no one can deny that، زي كده مثلا no one can deny that، لا احد ينكر ان. smoking التدخين is a bad habit، عادة سيئة. it makes you feel ill، انه يجعلك تشعر بالمرض. people who can't run، الناس اللي ما بتقدرش تجري. or breathe well، او يتنفسوا كويس. also they can't do many jobs، طبعا ما بيقدروش يعملوا وظائف. smoking affects badly your health، يؤثر بطريقة سيئة جدا على صحتك. and people around you، مش انت بس، كمان الناس اللي حواليك. we should help young people، يجب ان نساعد الشباب الصغار. stop smoking، ان يتوقفوا عن التدخين. and practice، ويمارسوا some sports instead، بعض الرياضات بدلا من ذلك. smoking isn't allowed in many places، طبعا في اماكن كبيرة في العالم مش مسموح فيها انك، مش مسموح فيها انك تدخن، زي الهوسبيتال، مش المستشفيات البنزينية بس، اماكن كتير. طيب الباراجراف التالت عن المانوال وورك، العمل اليدوي. طبعا every one of us، كل واحد فينا، should know، ينبغي ان يعرف، the importance of manual work، أهمية العمل اليدوي. some people whose work، بعض الناس اللي شغلهم in an office، في المكاتب، can do manual jobs، ما يقدروش يعملوا manual jobs. manual work، العمل اليدوي، needs special skills، يحتاج لمهارات خاصة، في حد يعمله، like mechanics، ممكن ازود انا من عندي بقى، زي الميكانيكي، bakers، الخبازين، كل الوظائف اللي احنا خدناها في الدروس اللي فاتت تنفع تتكلم واحدة وتتكلم عنها. workers should be fat، والكمان بتاع العمل اليدوي ده لازم يكون fat، مش اي حاجة وخلاص، لازم يكون لايق بدنيا يعني. and they always work hard، هم معروف عنهم دائما ان هم work hard، يعملوا بجد. everyone، كل شخص، should choose what is suitable for him، يعني ينبغي ان يختار ايهما يكون مناسب له. manager، المدير بقى. the manager is the most important person for the success of any work، ان المدير هو الشخص المهم جدا لاي عمل ناجح. the manager، المدير، should be helpful، ينبغي ان يكون مساعد نافع. cooperative، متعاون. with others، مع الآخرين. he should be able to do our work easily، ينبغي أن يكون قادرا على أن ينجز العمل بطريقة سهلة. also solving problems،
كمان يكون قادر على حل المشاكل and encouraging his workers ويكون مشجعا لمن يعمل تحته بتحت يعني من العمال تمام. طيب بالنسبة لي using social networking sites إدمان أو استخدام المواقع الاجتماعية بيقول هنا using social networking sites استخدام المواقع الاجتماعية اللي هي اللي احنا شايفينها الحاجات الكبيرة الفيسبوك والتويتر ويوتيوب وانستجرام كل ده اسمه social networking sites has become popular nowadays أصبح مشهورا جدا في هذه الأيام. It has some advantages and disadvantages. طبعا خدنا الكلمتين دول مميزات وعيوب. له بعض المميزات وله بعض العيوب. This site هذه المواقع can help you ممكن أن تساعده. Make friends easily إنك تكون أصدقاء بسهولة. It helps you to see many different people. تساعدك أشخاص مختلفين من الناس. You can learn. يمكنك أن تتعلم. New things أشياء جديدة. Also some people use it badly. بس بيستخدمها بطريقة سيئة. There are some bad friends. في بعض الأصدقاء سيئين. Who give you false information. اللي بيدوك معلومات مزيفة. طيب أهمية المدارس الفنية. بعد كده طبعا المدارس الفنية احنا كنا شفناها في الفيديو الأخير وعرفنا عنها حاجات كتير ومعلومات هتلم المعلومات دي وتجمعها في خمس جمل مثلا. The importance of technical schools أهم من المدارس الفنية. Technical schools are very important for the future of any country. إن المدارس الفنية مهمة جدا لمستقبل أي دولة. Students الطلاب who in this school طبعا هنا هقول who students who in this school الطلبة اللي هم في المدارس دي are different from others مختلفين عن الآخرين. في واحد بيحب حاجة معينة، واحد بيحب مجال معين، واحد بيحب الصناعة، واحد تاني بيحب الطبيب مثلا يعني. They learn how to use technology and study it at the same time. بيتعلموا ازاي يستخدموا التكنولوجيا الحديثة في نفس الوقت بيدرسوها، يعني متعة من الاثنين. They study different fields بيدرسوا مجالات مختلفة كتيرة. Students who do well الطلبة بقى اللي هي بتنجز في المدارس دي بتجيب درجات عالية can continue the same study at universities يقدروا يكملوا لنفس الدراسة في جامعات. زي مثلا انت ممكن تخش معهد فني تجاري وتحول منه على كلية تجارة، ممكن تخش معهد طاقة او معهد مساحة وتكمل منه على هندسة تمام. فكده انت ممكن تكمل في الجامعة بعد التعليم الفني بس طبعا بشرط المجموع العالي. زي كان جد جوبس طبعا انك ايه انك تحصل على وظيفة جيدة تبقى فاهم في شغلك كهربائي اي حاجة من دي يعني. All technical jobs are very important for our life طبعا كل الوظائف الفنية مهمة جدا لايه لحياتنا تمام. يعني طبعا محدش يقدر ينكر الكلام ده ولا اكتر ناس شغالين الكهربائيه والصناعيه عموما الحاجات دي كويسه وخصوصا لو الواحد اتعلمها بنفسه يعني تمام. طيب دي كانت اهميه اهم خمس ست باراجرافات احنا جبناه لكم ومترجمين، ولو عايزين الترجمه بالعربي نكتبها لكم بس انا قلتها وقلتها بالراحه خالص لو عايزين تكتبوها ورايا. وطبعا الناس يعني الناس هتحاول تجيب افكار تاني واحنا مش عايزينكم تحفظوا بس احنا بنوريكم اسهل طريقه تقدر تكتب بيها انت ايه باراجراف زي كده يعني تمام. وسيبك من المقدمه والخاتمه الحاجات دي ايه بتتحفظ وتيجي بعد كده، لكن انا عايز امسك صلب الموضوع نفسه ان انا ازاي اكتب ايه باراجراف كويس
عن اي حاجة معينة، ويلا نسيبكم في رعاية الله، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.